Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا للجميع. جسبر كو فوزالي بيان، نتمنى راكم كامل بالصحة ولهنا. إذا فيديو جديد يلقاكم اليوم مع ليمان أستاغس حياة من بجاية. جبت لكم واحد وصفة هيلة جدا يحبوها كبير وصغير. جبت لكم هكذا سيفوفولي نقولوا بانيني هكذا منزلي بالخبز تاع التورتيلا. هايل هايل هايل، يعني والله العظيم عن أمانة، يعني خير ما تشريه من برا هكذا نظيف، يعني تديرو بيد ديك كلش نظيف هكذا اللي درتوه مع لا مايونيز، يعني تبريزونتيه مع لا مايونيز والبطاطا والكاتشاب ولا لهنا، كل واحد كيفاش يحب يقدمه. يلا لهنا في ريسيبيون نجيب ندير 3 كيلات تاع لا فارين، ندير ملعقه كبيره من الخميرات الخبز، ملعقه كبيره من السكر، وندير ملعقه كبيره يعني صغيره معمره من الملح. اذا نخلط هذه النواشف كامل هكذا باليد. لهنا ندير يعني هذا هو سر نجاح العجينه تاعكم. ندير 3 ملاعق من الحليب السائل، او ولا عندك الحليب البودره يكون احسن. لهنا نجيب الكاس الاول من الماء دافي، لازم الماء دافي البنات، لان عند الخميره حنا نخليوها ترتاح العجينة باش تنجح لكم. يعني صدقوني هذه الوصفة أول مرة في اليوتيوب، يعني العجينة هذه ولهنا الزيت كاينين اللي يديروها في الأول، أنا درته في الأخر خلاص كي جمعت لاباط تاعي. هذا هو لمسة ليمن أول مرة في اليوتيوب وتحصلت على عجينة أنا يعني انبهرت بها. يلا كي ندير هكذا ربع من الزيت، يعني نجمع كامل الزيت وحنا وأنايا نجمع لاباط تاعي، نديرها في البلون دو ترافاي ومام تقدر نعجنها حوالي 10 دقائق كامل. قيس ما لاباط تاعي تولي لي بيان ليس، انا خليتها نصف ساعه. قد ما تخلي لاباط تاعك ترتاح قد ما تعطي لك نتيجه ولا اروع تاع لي بانيني تاكوس، يعني هذا كامل المخبوزات تاعنا. اذا لهنا نحلها التخمر تاعها بيان سور، وندير لهنا بيان سور ترشي لا فارين في بلون دو ترافاي تاعك، ولهنا لازم تعجني. شوفوا يا البنات يكذب عليك اللي يقولوا حاجه 5 حاجه 5 نو، لازم تعجنيها باش تحصلي على. شوفوا كيفاش جات طريه هايله كي يعني عجنتها وارتحت لي نصف ساعه تعطي لك نتيجه ولا اروع. قلت لك هذاك الكاس اللي رفد يعني الكميه اللي درت ربع من الزيت، يعني تحصلي على الوصفة الجيدة. لهنا نقطعها الى هكذاك 8 الى على حساب، وكيفاش يعني على حساب افراد العائلة 6 8، يعني الحبات تاعك تحبي يكونوا اكبر اصغر هنا يرجع لك. اذا هنا نجيب شويه تاع الزيت هكذا، نبدا ندير هكذا دي بول بيان سور، نديرهم كامل هكذا يعني نسقمهم هكذا، نحاولوا نديروا عمل راقي. اذا وصلني في هذه الدقيقه، من فضلكم اللايكات والاشتراك في القناه اللي مازال ما اشتركتش، شكرا لكم. اذا هنا نجيب الزيت، يعني شويه فقط تاع الزيت، قيس ما فقط دهنوا يديكم، نخليها هكذا في البلاطو. ولازم يا البنات هكذا تغطوها بكيس البلاستيكي باش يعني ما نجيبوش ما تحسوش هذيك القشره. اذا لهنا نجيب شرائح تاع الدجاج تاعي. لهنا نسخن الزيت شويه فقط تاع الزيت، ولا عندك زيت الزيتون يكون احسن. اذا هنا نبدا نقلي في شرائح البولي تاعي، يعني الدجاج تاعي، نقليهم حتى نحمرهم تخبيه ونخليه في جهه حتى يبرد لي. لهنا نبدا نشكل في الخبيزه تاعي تاع تاكوس، يعني تاع التورتيلا تاعي. لهنا بيان سور نرش الفارينه في البلون دو ترافاي تاعي، ونبدا يا البنات ندير هكذا. لازم كي لهنا الطاجين بيان سور تكوني درتيه يعني يسخن الافونس، بيان سور الطاجين تاعكم. لهنا نجيب الحلال، ولهنا نبدا نعجن فيها بالحلال. تحبيها صغيره تحبيها مويان كبيره هذا يرجع لك. شوفوا لي البنات لهنا كيفاش تعرفي، لان يعني هذيك الخبيزات تاع التورتيلا تاعك ناجحه كي تبدا هكذاك، يعني تحصل على يعني لي بول هذوك، يعني كي لي بول هذوك كي نروحو نطيبوها على يعني عرفي ان العجينه تاعك راهي ريحت تخي تخي بيان. لهنا كيما على بالكم لازم الطياب يكون نص نص، ما تطيبوهاش كامل، لازم تجي بيضه. حنا مازال نديروها في لابانينوز ونكملوا الوصفه تاعكم. اذا هنا فقط بالك ثاني ديروها رقيقه مليح حتى يبان بلون ترافاي، نو ديروها رقيقه مش صح هكذاك، ماشي رقيقه رقيقه ماشي، يعني دلوق نوري لكم القوام.
وثاني البنات حبيت نقلعت لكم اسرار نجاح هذا، شحال قالوا لي كيفاش يا لايمه، قلت لهم شوفوا كيفاش يعني اللي تحصلت على البول هذو ونقلبهم ندخلهم يبردوا. لهنا نحتاجوا بيان سور لا مايونيز، نحتاجوا لا كريم فريش، نحتاجوا لهنا توابل تاع الشاورما فوالا، سينو ولا ما عندكش ديري في الاسود ملح والكركم، الكركم للون. لهنا في نفس المقلاه اللي قليت فيها الاسكالوب تاعي ندير نقطع البصل تاعي هكذاك دي بتي كاري صغير، وندير شويه تاع الملح، رشه تاع الملح، ونخليو يا البنات فقط بالك يحرق لكم البصل تاعك، لازم يكون كراميليزي، يعني لازم هذاك البصل يعني ينطلق كامل الكراميل تاعو، هذا هو البوت تاعنا. لهنا بعد ما برد لي شرائح البولي تاعي نجيب الكوتون تاعي البنات ونبدا شوفوا كيفاش نقطعها، نقطع بها نقطعو هكذا سي كوم سي راحين سي كوم سي هذاك تاع الفاست فود كامل، حنا بطريقه تاع البيت بسيطه جدا نجيبو الكوتون تاعنا نقطعوها هكذا صغير صغير حتى فيتا تعني صغار. لهنا بعد ما يعني تخي بيان يعني قلى لي مليح البصل، شوفوا كيفاش جا لون لون ذهبي، نحط كميه من لا كريم فريش اوبليغاتوار في هذه الوصفه، ونحط شرائح البولي تاعي اللي قطعته صغير، ونحط ملعقه صغيره من ليبيس تاع الشاورما، ونبدا يا البنات هكذا على النار هاديه نخلط كامل وندير هكذا الفرماج الفخوماج الفخوماج ديري اي نوع اللي عندك. اذا هنا شوفوا كيفاش طابولي بسم الله ما شاء الله، يعني تقولي تاع يعني تاع المحلات بسم الله ما شاء الله، تبعوا هذه الوصفه اللي دات لهم ليمن ان شاء الله تنجحوا فيها. اذا هنا نبدا خلو فقط الحشو رفاس تاعكم تبرد تماما، ونبدا نحش يعني لهنا درت لكم اشكال واشكال، ولهنا جبت لابانينوس تاعي بيان سور لازم تسخنوها ما تدهنوهاش، لازم تكون سخونه الافونس، ونبدا لهنا يا البنات ندير هكذا اشكال واشكال، درت هكذا الشكل تاع لافونتاي، درت تاع لي سوفلي، درت الشكل تاع المربع المستطيل، هنا الامر يرجع ليك الاشكال يرجع ليك، فقط حبيت فقط نوع باش ندير لكم الاشكال. لهنا شوفوا كيفاش نقلبها حتى نحصل على هذيك الخطوط اللي تخي تاع لابانينوز، اللي ما عندهمش كاينين بزاف اللي ما عندهمش لي بانينوز في الدار، اذا انا عندي هذا البروتو تاع لي بانينوز يعني مليح يعني يسلك ومليح. لهنا هذه درتهم هكذا دي هكذاك يعني كيما البوراك فوالا، لهنا تقدري تنوعي اشكال واشكال، المهم كي تنجح لك هذيك العجينه هذيك الاوراق تاع التورتيلا تاع ديك الخبزات عرفي انك خلاص يعني راكي سلكتي. كاينين يقولوا لي من راه تكسرت لنا هذيك الخبز تاع التورتيلا، كاينين اللي يقولوا العجينه عندها مشكل، اذا تبعوني ان شاء الله تنجحوا فيها. اذا الى اللقاء الى وصفه اخرى، شكرا لكم.